فيها شيء انت وانا لو نكون رمز البناء لو نقول كلمة حلوة يا سلام يا سلام بالوصال تكفي ساعة بالمحبة والسعادة فيها احساس الكلام يا سلام يا سلام نقدر نغير بعضنا لو تختلف افكارنا نملى التفاؤل دربنا في تآلف وانسجام نقدر نغير بعضنا لو تختلف افكارنا نملى التفاؤل دربنا في تآلف وانسجام يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباب الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة وصال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة وصال واتصال بحضرة ذي الجلال. أحبتي في الله، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن موضوع مهم جدا 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 هو موضوع القراءة، والحمد لله كثير منكم تفاعل والكثير منكم شارك والكثير منكم نصح والكثير منكم قرأ، والحمد لله رب العالمين. هذه نعمة أن يجد الإنسان حواليه إخوان وأحباب يبادلونه الآراء ويأخذون منه ويفيدونه، والحياة هكذا أيها الأحباب، الحياة تواصل أخذ وعطاء، والإنسان مدني بطبعه كما يقول الحكماء. أحبتي في الله، في نفس الإطار، إطار المجتمع، إطار تطوير المجتمع، إطار الرقي بالمجتمع، كنا تكلمنا أيها الأحباب على قضية النظافة، نقد الذات، القراءة. في هذه الحلقة أيها الأحباب نريد أن نتكلم على ركيزة من أهم ركائز المجتمع، ونريد أن نتكلم على عضو من أهم أعضاء المجتمع، ونريد أن نتكلم على كائن ومخلوق لا أقول هو من أهم كائنات المجتمع، إنما هو الجانب الرقيق اللطيف، الجانب المشرق المضيء، الجانب الذي نستمد منه القوة والعاطفة والحنان، الجانب الضعيف الذي نركن إليه، والجانب الضعيف الذي دائما ما نحن ونذهب إليه. أيها الأحباب، في حلقتنا هذه إن شاء الله في هذه الليلة سنتكلم عن المرأة وأدوارها. المرأة أيها الأحباب لها أدوار، والمرأة لا شك ولا ريب هي عمد من عمد هذا المجتمع. لا يمكن أيها الأحباب أن ننظر للمرأة على أنها عضو دخيل، أو على أنها امرأة، على أنه جزء مهمش في المجتمع، لا يمكن. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد قال من أول يوم فيما رواه أبو داود بسند صحيح: النساء شقائق الرجال، نحن الرجال وهن أمهاتنا وأخواتنا النساء، هن الشق والنصف الآخر، فنحن وإياهن نتكامل لا نتنازع. حديثنا عن المرأة أيها الأحباب حديث تكامل لا حديث تنازع. لا نتكلم عن المرأة الآن هل نحن ظلمناها أو هي التي ظلمتها. وأنا أحضر لهذه الحلقة أعدها، مرت على مكتبتي فوجدت كتبا أريد أن أحضر منها، فوجدت قرابة 10 كتب. من الأشياء الطريفة كتب لنساء يقولن رفقا أيها الرجال بنا، وكتب للرجال يقول رفقا بنا أيها النساء. لابد أن نبتعد قليلا عن فهم هذه القضية، قضية التنازع. نحن أو أنتن، نحن وأنتن جسد واحد. كنت أقول الإخوان لا أشبه الرجال والنساء في المجتمع إلا بكريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء. نحن رجال كريات الدم الحمراء البيضاء، وهن كريات الدم الحمراء. لا قيام المجتمع إلا بنا وبهن أيها الأحباب. الشباب في الإعداد جهزوا لنا مقطع أبتدأ به إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه إن شاء الله أبدأ هذه الحلقة إن شاء الله، ومن خلالها إن شاء الله بعد المقطع إن شاء الله نبدأ نستقبل رسائلكم واتصالاتكم، نبدأ إن شاء الله نتفاعل نحن وإياكم في هذه الحلقة، نتكلم عن دور المرأة في مجتمعنا، عن دور المرأة في هذا المجتمع، المجتمع الذي نريد أن نسمو به، المجتمع الذي نريد أن نرقى به سويا إن شاء الله. أيها الأحباب نشاهد هذا المقطع ثم بعد ذلك نرجع الحلقة ونواصل الحديث. Thank you.
قد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، عدنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا الخير كله. أيها الأحباب، يأتي سؤال حقيقة: لماذا نتكلم عن دور المرأة؟ وأنا أعد الحلقة طبعا جاءني ضيف العصر فقال: أريد أن أعرف لماذا كثر الحديث عن المرأة، المرأة المرأة المرأة، حتى في الحلقات المتقدمة حينما تكلمت عن حسن التعامل مع الزوجة، أحدهم تواصل معي وقال: هل ستخصصون حلقة عن حسن التعامل مع الزوج؟ حقيقة أيها الأحباب، كثرة الكلام عن المرأة لأمور. الأمر الأول وهو الأمر المهم أن الناس وقعوا في مسألة المرأة بين إفراط وتفريط، بين من يريد المرأة أن تكون حبيسة البيت لا تخرج البتة، وعندهم مقولة: المرأة من بيتها إلى قبرها. هذا صنف شدد ولم يفهم الدين قط، وصنف آخر أراد أن يوظف المرأة لشهواته وأهوائه وأن يجعلها لعبة بيده، فحاول أن يستجدي وأن يصنع شعارات براقة. هذه الشعارات أيها الأحباب: أخرجي، شاركي، كوني في المجتمع. هو لا يريدها أن تشارك، هو لا يريد لها الحياة، هو لا يريد لها الحرية والرقيم، هو يريد أن يستمتع بها حتى إذا ما ضوي شبابها وغارت أنوثتها رمى بها وألقى بها جانبا، ثم دعا صنفا أو جيلا جديدا. نحن نتكلم عن المرأة حتى توضع المرأة في المكان الصحيح، حتى تضع في الميزان الصحيح، حتى تعود المرأة إلى مكانها الذي خلقها الله تعالى والتي أوجدها ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، نتحدث عن المرأة لأن فقدان المرأة لدورها شلل مجتمعي. نعرف أيها الأحباب الشلل، المرأة حينما تفتقد دورها يصاب المجتمع بالشلل، لأن المرأة تغطي جانبا. أنا أعترف نحن الرجال لا ولن نستطيع أن نغطيه، لن نستطيع مهما بذلنا، مهما حاولنا أن نطور أفكارنا، مهما حاولنا أن نوجد بدائل، هناك
ضرورة للمرأة، وهناك ضرورة لوجود المرأة في الأسرة وفي المجتمع، متى ما ذهبت المرأة من هذا المكان أصاب المجتمع الشلل، أصاب المجتمع الخوار في كل مجتمع أيها الأحباب، لا سيما في مجتمع الإسلام الذي من أول يوم، من أول آية نزلت من السماء، بل قبل أن تنزل الآيات من السماء، والمرأة مشارك ولبنة أساسية في صرح الإسلام العظيم. الأمر الثالث أيها الإخوان، أن المرأة قضيتها لم تبدأ اليوم، يعني لم تبدأ مع الغزو والاستعمار الغربي، لم يبدأ مع حملات الاستشراق، لم تبدأ مع حملات التشويه، لم تبدأ مع حملات استغلال النساء للبيع في سوق النخاسة الفكرية. قضية النساء بدأت مع البشرية، فحينما جاء آدم واستوحش، ابتداء جعل الله تعالى له مرأة، وهي سيدتنا وأمنا حواء عليها وعلى أبينا السلام. لهذا أيها الأحباب أحببنا أن نطرق قضية المرأة، وأن تكون قضية المرأة أيها الأحباب دائما معنا، تكون قضية المرأة دائما معنا، وتكون قضية حية. في هذه الحلقة وفي هذا الموضوع أريد أن أسلط الضوء على قضية مهمة. ما دور المرأة؟ ما هو دور المرأة الأساسي؟ أولا أيها الأحباب، قبل أن أقول ما هو دور المرأة، لابد أن نعرف المرأة أمي التي أنجبتني، وزوجتي التي دائما ما أركن إليها، وبنيتي التي أحب أن أراها طيلة عمري، وأختي جانب الذي أركن إليه. المرأة تحيط بي من كل جانب، من فوقي ومن تحتي وعن جانبي، المرأة في كل جانب. بما أن المرأة تحيط بي هذه الإحاطة، إذن لها دور فعال. قبل أن أقول ما هو الدور الفعال، حينما وصف الله تعالى التي تنجبنا بأنها أم، هناك علم اسمه علم الوضع، والعلماء يقولون أن اللغة حينما توضع توضع بجانبها وبإزائها المعاني المناسبة لها. يقول الأصمعي: العرب تسمي المطر إذا كان خفيفا هتل المطر، بالتاء، تقول هتل المطر. لماذا بالتاء؟ لأن اللفظة تناسب خفة المطر فتقول هتل المطر. فإذا كان المطر غزيرا شديدا تقول العرب هطل المطر، لأن الطاء يناسب الشدة. وهكذا كل كلمة أيها الأحباب لها معنى لطيف. الأم، لماذا وضعت هذه الكلمة لهذه المخلوقة الجميلة، لهذه الإنسان الرقيقة، لهذه الإنسان الملائكية؟ أيها الأحباب، سميت الأم أم لأن الأم هي أصل الشيء، فهي الأصل الذي ننحدر منه. وسميت الأم أم لأن ما تقدم أمام الشيء سمي أم، لهذا سميت مكة بأم القرى، لأنها مقدمة على كل القرى، لهذا سميت أم. فالأم أيها الأحباب إحدى أصناف النساء، أعطيت هذه الدلالة اللغوية للدلالة على مرتبتها وعلى معناها وعلى ما تحمله أيها الأحباب من خدمة مجتمعية. أيها الأحباب، قبل أن نتكلم أو حينما نتكلم على دور المرأة، هناك كانت عندنا مشاركات، وضعنا أسئلة على صفحة البرنامج وسألنا هل المرأة حق في التعليم أو لا. هو طبعا السؤال غير مقصود، السؤال كان منه التفاعل وجس النبض. طبعا أيها الأحباب، لا يشك عاقل أن المرأة لها حق، بل المرأة من فروضها العينية التعليم، ولكن تختلف هذه المساحة كبرا وصغرا. لا يمكن الإنسان أن يقول أن المرأة لا حق لها في التعليم. المرأة لها حق في تلقي التعليم، ولها حق في إلقاء التعليم، أي لها حق في التصدر للتعليم. المرأة أيها الأحباب في المجتمع الإسلامي هي كائن فاعل في القضية التعليمية. لأجل هذا الأمر أيها الأحباب، ماذا عملنا؟ جئناكم وأنا أعد اليوم، جئت بمثالين اثنين. هذا كتاب اسمه المعجم المؤسس للمعجم المفهرس، هذا الكتاب أيها الأحباب الحافظ ابن حجر العسقلاني، ولعل أكثركم أو لعل كثير منكم يعرفوا من هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، أحد كبار حفاظ الإسلام. إذا قيل الحافظ فالمراد به ابن حجر، والذي لا يعرف ابن حجر العسقلاني أكيد أنه يعرف صحيح البخاري، ويعرف أن أفضل شرح من كثير من الجوانب هو شرحه عليه. هذا الكتاب أيها الأحباب هو جمع لمشايخه، هذا جمع فيه مشايخه، فقال شيخي 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 شيخي.
هذا الكتاب ذكر فيه 34 شيخة من مشايخه. المرأة فقط ليست امرأة متعلمة، بل هي شيخة للحفاظ كابن حجر رحمه الله تعالى. يقول: المرأة ليست طالبة، المرأة قبل أن تكون طالبة فقط المرأة شيخة في المجتمع، المرأة مربية للمجتمع. طبعا هنا ذكر إحدى مشايخه، وهذه الشيخة طبعا لطيفة في اسمها وفي معناها. الشيخة رقم 478 يقول: ست الركب. يقول شيختي ست الركب. أتعلمون من هي ست الركب أيها الأحباب؟ هي أخته. يقول: ولدت في طريق الحجاز في رجب فسميت بذلك، سميت بست الركب. وأجاز لها في سنة 71 أبوها من شيوخ مكة ابن عبد المعطي وفلان وفلان وفلان. ويقول ابن حجر: مات أبوها وهي صغيرة فنشأت حسنة وتعلمت الخط وحفظت كثير من القرآن وأكثرت من مطالعة الكتب فمهرت في ذلك جدا. يقول صار عندها مهارة فائقة في فن القراءة فمهرت جدا، بحيث كان يظن من يراها تقرأ من الكتاب أنها تحفظه لجودة استخراجها. يقول لما تمسك الكتاب تستغرق مع الكتاب استغراق تام حتى يظن الرائي أنها تحفظ. يقول ليس ذلك، فقط هي عندها حسن استخراج للمعاني يظن من يراها أنها تحفظ. أريد أن أقف أيها الأحباب مع العبارات الأخيرة. يقول: وكانت لي برة رفيقة، أو كانت لي برة رفيقة محسنة جزاها الله تعالى عني خيرا، فلقد انتفعت بها وبآدابها مع صغر سنها. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نعم هي سنها صغير، لا تكبرني إلا بسبع سنوات، لكني أنصف أني انتفعت منها، تأدبت بأدبها، كانت، حتى يقول هو في إنباء الغمر، يقول هي أمي بعد أمي. المرحلة التعليمية. الكتاب الثاني أيها الإخوان، طبعا هذان الكتابان لم أعتني في اختيارهما، فقط لأن هذان الكتابان هما اللذان يوجدان في مكتبتي، هذان الكتابان يوجدان في مكتبتي فاخترتهما لأنهما في مكتبتي، ليس لأنهما، وكذلك لأنهما لعالمين بارزين، الأول حافظ ابن حجر وهذا الثاني كذلك معجم الشيوخ، وهذا الكتاب للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكثير من طلبة العلم يعرف من هو الإمام الذهبي. هذا الكتاب أيها الأحباب جمع فيه الإمام الذهبي مشايخه بغض النظر هل هن ذكور أم إناث. توقعوا أيها الأحباب، هذا الكتاب جمع فيه مشايخه، شيخ فلان وشيخ فلان. تعرفون كم شيخة له في هذا الكتاب؟ بتقديركم كم شيخة أيها الأحباب؟ هذا الكتاب فيه 104 نساء من مشايخه. هذا الكتاب، طبعا استقرأت الكتابين استقراء تام، هذا الكتاب فيه 104 من مشايخه. يقول: أنا شيخي وشيختي. بمعنى أيها الأحباب، المرأة ليست فقط لها حق التعليم، المرأة عليها فرضية التعلم والتعليم. المرأة أن تعود لهذا الأمر، أن تصير هي الشيخة، هي المربية. كلنا يعرف تقريبا، ما من أحد من المشاهدين إلا ويعرف اسما شهيرا أشهر من نار على علم، صحيح الإمام البخاري، لا أظن أن أحدا منا ومنكم لا يعرف صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه، الجامع المسند الصحيح، هذا الكتاب العظيم من كتب الحديث، سنتكلم إن شاء الله عليه في حلقة. هذا الكتاب العظيم أيها الأحباب ارتبط باسمين اثنين، هذان الاسمان التصقا بصحيح الإمام البخاري. أولهما الإمام البخاري المؤلف، لأن الكتاب اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أيام رسول الله وسنه وأيامه. الاسم الثاني الذي ارتبط بصحيح البخاري تعرفون من هو؟ هو اسم الإمامة العالمة التقية النقية الشهيرة بأم الكرام كريمة المروزية. هذه المرأة ارتبط اسمها بصحيح البخاري ارتباط تام. لماذا؟ لأنها كانت في مكة المكرمة وكانت تجلس لإقراء صحيح البخاري على الأمة، الناس العلماء الكبار يقرؤون صحيح البخاري عليها لأنها من أتقن من كان يقرأ صحيح البخاري. حتى أن الخطيب البغدادي حافظ المشرق يقول الإمام ابن نقطة: الناس في علم الحديث عيال على الخطيب. الإمام الخطيب البغدادي لما جاء إلى مكة جثى على ركبتيه وقرأ صحيح البخاري كاملا على شيخته كريمة في كم؟ في 4 أيام،
والعجيب أيها الإخوان هذه الشدة والصبر الذي عند هذه المرأة. وتعمرت هذه المرأة 100 عام وصار المحدثون عيالا عليها. هذا هو أيها الأحباب دور المرأة التعليمي، دور المرأة التثقيفي، وجاهة المرأة في جانب العلم في حياتنا. طبعا الكلام كثير، سأواصل معكم أيها الأحباب في دور المرأة. الدور الأول أيها الأحباب دور العلم، لابد المرأة أن تكون متعلمة أو عالمة أو محبة لأهل العلم. فاصل أيها الأحباب، وبعد الفاصل إن شاء الله سبحانه وتعالى أعود إليكم ونواصل الحديث عن دور المرأة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا أيها الأحباب ونسأل الله أن يعيد علينا الخير كله. أيها الأحباب الأكارم، قلنا أن المرأة أيها الأحباب دورها التعليمي دور ناضج، دور ناضج ودور مهم جدا، ولا يمكن أن يتساهل أو يقال أن المرأة لا جانب لها. الحقيقة الحلقة الماضية كانت حلقة القراءة، تقريبا أيها الأحباب جل المشاركين في حملة القراءة كان من النساء، سواء من الذين نصحوا بقراءة الكتب أو الذين تفاعلوا معنا وأنزلوا الكتب على الصفحات أو من الذين أرسلوا لنا ما هي الكتب التي نقرأ. وطبعا وعودا على حلقة القراءة، بقيت بعض الأسئلة سنمر عليها سريعا ومنها إن شاء الله نواصل الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ جلال من فرنسا يقول واجهت مشاكل تجعلني أتوقف عن القراءة، وهذه المشاكل المباشرة وغير المباشرة، مباشرة كالخمول والتسويف، والغير مباشرة العائلة والأصدقاء. طبعا قضية الخمول والتسويف أخبرتك أخي جلال، بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنك تحاول أن تقرأ ما تحب، أن تقرأ ما تحب حتى يخرج فيك النشاط. وأما العائلة والأصدقاء فاختر مكانا لا يوجد فيه عائلة ولا يوجد فيه أصدقاء حتى تستطيع أن تواصل. وأشكرك أخي جلال. أريد طريقة تساعدني على حفظ الصفحات بسهولة لسهولة الرجوع إليها، أرجوك دعوة خاصة لي لأني على وشك الدخول في امتحانات، أحبك في الله سيدي. محمد صلاح ياسين من السودان. بارك الله تعالى فيك أخي محمد صلاح وأحبك الله الذي أحببتني فيه. الطريقة التي تريد أن تحفظ بها الصفحات، طبعا الصفحة التي فيها فائدة سجل خطا أو سجل رأس الفائدة على الصفحة، ثم في الغلاف غلاف الكتاب اكتب الصفحة ورأس الفائدة، فإذا ما أردت الرجوع عليها تعود بهذه الطريقة السهلة. يا الله أنا أخجل من نفسي كثيرا لأني لا أقرأ كثيرا، وإن قرأت فهي عبارة عن كتب بسيطة جدا، لست مداومة على القراءة وعادة لا أكمل قراءة الكتاب، لذلك لا أستطيع أن أشارك هذه الحملة. أنا آسفة وآسفة كثير على حالي. تعالى بارك الله فيك أختي، ولا بأس في التأسف، بما أنك تقرأي بسيط جدا أرجو أن يكون هذا البسيط مدخلا إلى الكثير. فن القراءة 5. يقول سعيد بسليمان، لماذا أقرأ، متى أقرأ، أين أقرأ، كيف أقرأ. الأخت مريم من سوريا تقول يا أخي جزاك الله عنا خير الجزاء، وبالنسبة لموضوع الحلقة التي هو القراءة، يقال إذا لم تقرأ إلا ما تريد فإنك لن تتعلم أبدا. وفي وطننا تباع الكتب على الأرصفة محملة بالغبار والأتربة، بينما تباع الأحذية بمحلات فاخرة مع أحلى العطور والتكيف المنعش. هذا حال أمة إقرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت أم عبد الله تقول عذرا أني لا أحب القراءة، ما الحل الذي يجعلني أحب القراءة؟ أما عن سؤالك كتاب تنصح بقراءتي، أقول كتاب إحياء علم الدين، لم أقرأ كاملا لكن أكون محتارة في موضوع معين ألجأ إليه، فأنا أريد حل يجعلني أقرأ باستمرار ومن دون ملل. أم عبد الله طبعا إذا تابعت الحلقة الأولى أختي أم عبد الله إن شاء الله تجدين فيها الحل. الحلقة طبعا حلقة القراءة أنزلها الإخوان في الإعداد في القناة على اليوتيوب، بإمكانك أن تتابعها على اليوتيوب. طبعا حلقة ساعة وصل كلها موجودة على اليوتيوب. سيدي أستاذي أستاذ الأجيال جزاك الله خير، طيب الله فاهك ونور عقلك وبصيرتك وحسن خاتمتك آمين. أتمنى أن يجد كتابي عندكم القبول والنفع للمشاهدين، وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، أخوك الشريف النادر جبار المكسورة من شرق السودان. بارك الله تعالى فيك أخي النادر. وطبعا الرسالة كتاب ثقيل يحتاج إلى عقل جيد ويحتاج إلى مقدمات لقراءته، وهو كتاب بركة وكتاب علم وكتاب نور. جزاك الله كل خير.
هنا مشاركة طويلة طبعا. السلام عليكم. كتاب الله تعالى بالتأمل والقراءة المتأنية لا يقارن بغيره. حقيقة لي ختمتين في السنة متأملة في السنة متأملة غير رمضان. أما غير من الكتب فكتب الحبيب علوي بن طاهر الحداد، وظاهرة نقد الدين في الفلسفة الحديثة للدكتور سلطان العميري، وكنت أقرأ في تطوير الذات كتاب تعزيز الجودة الشخصية للدكتور رانجيت مالهي. ويقول بصراحة موضوع جيد ومميز هذا الأسبوع، الكتاب العيش مع الحياة. بالتوفيق لكم سيدي، والدعاء وصيتكم السيد علوي بن أمي. بارك الله تعالى فيك سيد علوي، وأنت من المتفاعلين معنا المشاركين، وهذه طبعا مشاركة دسمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد القادر، أعجبني كثير اختيار هذا الموضوع لأهميته، وخصوصا القراءة أصبحت مهملة لانشغال الناس بالجوالات والإنترنت. والكتاب الذي أنصح بقراءته هو كتاب إسعاف طالب رضا الخلاق ببيان مكارم الأخلاق للعلامة الداعي إلى الله الحبيب عمر بن حفيظ، لما فيه من اعتناء المؤمن بتقويم أخلاقه. وبارك الله تعالى فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكوركم على طرح هذا الموضوع. أنا من محبي القراءة، وأنصح في كتاب المرصد النبوي لحبيب أبو بكر المشهور، أختكم الإمارات، كتاب رائع جدا. وبارك الله تعالى فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي هديل من سوريا، وأنصح بقراءة كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين الغزالي. بارك الله فيك يا أختي هديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على طرحكم الرائع، موضوع مفيد وممتاز. شيخنا أحب قراءة الكتب جدا، وعملت جدول لي لأحفظ أيضا منهم، والله يعني لي الكتاب لخير صاحب ودليل. هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكفار، ممكن التوضيح، أم لم يقتل أحدا؟ أرجو التوضيح. الأخت عائشة من العراق، بارك الله تعالى أختي عائشة. الموضوع طبعا شيق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من كفار أحدا إلا أبي بن خلف فقط، لأنه قال سأقتل محمدا، فخرجت كلمة من رسوله فقال بل أنا قاتله، فلم يقتل رسول الله أحدا إلا أبي بن خلف. طبعا هو النبي جرحه جرحا، هنا جرحه في عنقه جرحا فمات من ذاك الجرح. رسالة من الأخ مراد عبد الحميد من صنعاء، يقول في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الصلاة إلى يوم الجمعة، فهل للإكثار حد أدنى وأعلى أم لا؟ بارك الله فيك، وسؤال جيد. ليلة الجمعة هي ليلة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو طالب المكي في قوت القلوب أقل الإكثار 300، أقل شيء أن تصلي 300، وأكثره لا حد لأكثره، إن شاء الله تصلي 1000 2000 3 4، هذا خير وبركة ولا شيء يمنعكم من ذلك. بقي الآن أيها الأحباب تكلم على بقية دور المرأة. طبعا يأتي سؤال كثير، بل عدة أسئلة، هل المرأة أصلها دورها في البيت أم دورها خارج البيت؟ بمعنى هل المرأة تكتفي تجلس بجانب أولادها وزوجها، تربي أولادها، تغمرهم بالحنان، تعطف عليهم، تعتني بزوجها، تجهز زوجها، أم لا؟ لابد أن تخرج وتشارك في المدرسة، في المستشفى، في الجامعة، لابد أن توجد هالة وتكون لها بصمة في المجتمع. الذي أريد أن أقول أيها الأحباب، كل إنسان يعرف أن هناك سلم أولويات. فمثلا الآن أنا جالس معكم أحدثكم، أنا خصصت ليلة السبت هذه الجمعة خصصتها للحديث معكم، وعندي الآن مثلا أحد الأصدقاء ينتظرني. لا يمكن أن أقول لهذا الصديق أو لهذا الأخ خلاص أنا سأتيك، ثم أتصل بالطاقم والإخوان هنا ينتظرون، أقول العفو منكم أنا عندي موعد مع أحد الإخوان. عندي سلم أولويات، أنا أناس يتابعوني، أستفيد وأفيد وأفيدهم، لابد أن أجلس معهم، هذا على رأس سلم أولوياتي. ثم جئت وإذا مثلا بزوجتي تتصل أنها تحتاجني بأمر ضروري، سأتصل بصديقي وأقول له كنت وعدتك لكن جاء أمر طارئ لا يمكن نقدم. هناك سلم أولويات، لا نريد أن نقول أيها الإخوان أن المرأة محلها في البيت أو المرأة محلها خارج البيت. المرأة محلها حيث نفعت، بمعنى إذا كانت المرأة زوجة وأم بلا شك، ما هو وظيفة أو ما هي وظيفتها المقدسة؟ ما هي الوظيفة التي المرأة الآن مطالبة بها مطالبة أولية لا بد أن تتقنها؟ أول وظيفة يجب على المرأة أن تؤديها الآن هي قضية ماذا؟ الأولاد. الزوج عليها أن تولي هذا الجانب اهتمام كبير جدا. نعم بإمكانها أن تشارك خارج البيت بإمكانها، لكن شريطة ألا تخل بهذا الواجب المقدس. وإنما أقول أيها الأحباب الواجب المقدس، لأني وأنتم والجميع نعرف أن أعز ما نملك، طبعا غير ديننا وإيماننا، أعز ما نملك أيها الأحباب
أعز ما نملك هي أولادنا وذرارينا. فنحن سلمنا أولادنا وذرارينا لامرأة نريدها أن تكون قائمة، ونريدها أن تكون ممن أعطت هذا الجيل وأعطت هذه الذرية حق القيام. لكن لا يمكن أن نسلم فلذة كبدي وأحب المخلوقات إلي إلى امرأة ثم هي تشطر وقتها 10 أشطار، يعني 10 أقسام، ثم تجعل لأولادي العشر الأخير وتسعة الأوقات أو 9 الأقسام الخارج. لا أيها الأحباب، هذا الدور المهم، هذا الدور الأساسي، هذا الدور الرسمي الذي هو الاعتناء بالأبناء، الاعتناء بالبنات، الاعتناء بالبيت. لكن المرأة إذا كان لها زوج وأولاد لا تشارك قط. تشارك مشاركة فاعلة، ولكن شريطة ألا تخل. لدينا أخوات في جدة في المملكة العربية السعودية، أمهات فضليات، الواحدة لهن عندها ولدين 3 4 5، ولهن أزواج، ومع ذلك الحمد لله الكثير منهن، بل إن شاء الله كلهن، ممن قمن على ثغور البيت حق القيام. أحسن تربية الأولاد، أحسن التواصل مع أولادهن، غمرن أزواجهن بالحب والحنان، وخرجنا ووضعنا بصمة في المجتمع. هذه البصمة لن أحدثكم عليها، ولكن سأريكم هذه البصمة بأعينكم. هناك معرض أقيم في جدة أيها الأحباب اسمه رحلة مع النور، هذا الموسم الثاني أيها الأحباب، معا نشاهد ماذا صنعت النساء وكثير منهن أمهات في هذا المعرض، بعد أن كنا أمهات أو كثير منهن أمهات ثم شاركنا في مجال آخر خارج البيت. سويا نذهب أيها الأحباب ونتابع هذا العمل الذي قمنا به. أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فنعم الحظ حظنا. هذا المعرض ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو قسم السيرة النبوية، والقسم الثاني هو قسم المعالم النبوية. القسم الأول قسم السيرة النبوية يحكي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ولادته وحتى فتح مكة، ينتقل الزائر فيه من فصل إلى فصل، بداية من الولادة مرورا بالنشأة ثم بعثته عليه الصلاة والسلام وكيف لاقى من الإيذاء، ومرورا بالإسراء وثم الإسراء والمعراج والهجرة، وثم الغزوات المباركة وصلح الحديبية، وآخر فصل من فصول السيرة وهو فصل فتح مكة. نحاول أن نركز في هذا المعرض على القيم، زراعة القيم في أبنائنا، في أهلنا، في شبابنا، في بناتنا. كل جزء وكل فصل من هذه الفصول هو قيمة. هذا الجزء، القسم الأول هو قسم السيرة. عندنا القسم الثاني هو قسم المعالم النبوية. المعالم النبوية هو ما يخص عليه الصلاة والسلام، الأدوات التي كانت في بيته وكان يستخدمها في ذلك العصر، مرورا بالروضة الشريفة في بكامل المساحات الحقيقية. عملنا الروضة الشريفة، يتعلم فيها الزائر الأعمدة التي الموجودة في الحجرة الشريفة. كل عمود من هذه الأعمدة له قصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وله قصة مع صحابته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الحجرة النبوية التي كان يعيش فيها عليه الصلاة والسلام، وهي حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. فيدخل الزائر إلى هذه الحجرة ويستشعر كيف كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يعيش، وكيف انبثق النور، انبثق السلام، انبثقت القيم الراقية من ذلك البيت الشريف عليه الصلاة والسلام. ثم يمر الزائر بالأطعمة النبوية، الأطعمة التي تناولها الحبيب عليه الصلاة والسلام، وما يسمونه بالطب النبوي. وبعد ذلك يختم بمعرض الصور التشكيلي، وهي أعمال تشكيلية قاموا فيها الأولاد والبنات، كل يعبر عن حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بما يملك من تلك المهارات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباب. رأينا أيها الأحباب هذا العمل الممتاز، العمل الذي فيه إبداع وفيه مشاعر جياشة وفيه أشياء طيبة، وهو أيها الأحباب من عمل النساء.
وأكثرهن أمهات. لكن أيها الأحباب، هذا العمل لم يغفل عن القضية الأساسية التي هي المرأة. اليوم كنت أفكر، سبحان الله، خلال الأسبوع دائما، واليوم خطر على بالي أن المرأة أيها الأحباب دورها جعله الحق سبحانه وتعالى دورا محوريا في حياة الأنبياء. فلما جاء سيدنا آدم عليه السلام لم يوجده الله تعالى لوحده، أوجد مباشرة معه امرأة وهي السيدة حواء عليها السلام، لتوجد قضية التكامل بين الرجل والمرأة. جاء سيدنا نوح عليه السلام، كانت هناك امرأة. جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، لم يجعل الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم هو القائم بكل الأعباء، كان سيدنا إبراهيم وكانت بجانبه السيدة سارة وكانت بجانبه السيدة هاجر. واستمر سيدنا إبراهيم في الدعوة إلى الله، وهاتان المرأتان تؤيدانه. بل عجيب أيها الأحباب الأكارم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام مع كونه نبي وقوي، إلا أن هذه المرأة كانت تؤيده، كانت تسانده، كانت تعطيه، كانت تضع في أذنه بعض النصائح القيمة. بل أيها الأحباب، كثير من مواسم الحج هي عبارة عن دور امرأة حتى يخلد دور امرأة. إذا سعينا بين الصفا والمروة نتذكر أن هذا عمل امرأة عملته لأجل طفلها، نعود، لأجل طفلها ولدها. إذا شربنا ماء زمزم، هذا كرامة الله لقلب امرأة تحرق طفلها. عندي هنا مع الهاتف السيد حسين العطاس، مدير رحلة النور من جدة. أهلا وسهلا سيد حسين. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. مساكم الله بكل خير ونور وسرور إن شاء الله، أهلا وسهلا بكم. ونحن والمشاهدون تابعنا البرومو أو المقطع الذي أعديتموه للمعرض رحلة مع النور. وقبل كل شيء شكرا جزيلا لكم، أسأل الله لكم التوفيق والتسديد والتأييد والزيادة إن شاء الله سبحانه وتعالى. آمين. الله يحفظكم. آمين يا الله، آمين يا كريم. آمين. حدثنا سيد حسين. هذه الجميلة. حدثنا سيدنا حسين عن المعرض وعن دور المرأة في هذا المعرض. ما شاء الله. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم. المعرض عبارة عن كما سمعتموه في التقرير أو شفتوه، هو عن سيرة سيد المرسلين حبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، ويحكي أجزاء كثير من سيرته صلى الله عليه وسلم، من قبل ولادته، من علامات الإرهاقات التي ظهرت في ولادته، مرورا بنشأته إلى الأحوال التي مر فيها صلى الله عليه وسلم، مجمل للسيرة النبوية، إلى زواجه من السيدة خديجة ونزول الوحي عليه، بعدين بدء البعثة النبوية، إلى الإسراء والمعراج، إلى الهجرة، إلى بعض المعارك النبوية، إلى فتح مكة. ما شاء الله. هناك جزء آخر فيه معاني عن الروضة الشريفة وعن الحجرة النبوية التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وبعض مقتنياته. ما شاء الله. هذه الرحلة منشأها أصلا جاءت بأفكار مجتمعة ما بيننا وبين النساء أصلا. ما شاء الله. ما بيننا وبين المرأة. فالمرأة جزء فعال عندنا في المعرض. ما شاء الله. المرأة لها دور كبير في المجسمات وفي الأعمال الفنية وفي الإلقاء. يكفي أنه عندنا يومين كاملة في المعرض، في أيام المعرض يومين كاملة القائمين على التنظيم، القائمين نساء. على الإلقاء، القائمين على الإرشاد، كلهم نساء. ما شاء الله. حتى سيد حسين، حتى الفقير عرفت المعرض من طريق النساء أكثر من الرجال. وصلني المعرض، البرومو الأول للمعرض، عن طريق إحدى الأخوات، عملت إشارة على صفحة الفقير على تويتر. ما شاء الله. فهن فاعلات في إيجاد المعرض وفي الترويج للمعرض حقيقة. وأنا سمعت آخر كلمات منك سيدي، أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، انه كثير الادوار قام يعني اكثر اشياء الحج كانت مع النساء، مع المراه. الله اكبر. صحيح. لها دور في ذلك، والمراه كما قلت انت انها هي الجزء الاخر، وهي المكمل، وهي الام قبل، وهي جميل. بعد المربيه، وهي الاساس في المجتمع. صحيح. الادوار هذه المتكامله عندنا في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم شوف من ساعه ولادته التي احتضنته، بعد ولادته السيدة حليمة الله وأرضعته وأنشأته وعلمته وقوت حتى شكيمته وحياته
في مرابع بني سعد هي امرأة كانت السيدة حليمة السعدية. صحيح. المرأة هي التي خطبته صلى الله عليه وسلم. صحيح. سيدة خديجة. نعم. وعرفت فطانته وأمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم وتقدمت إليه وتزوجته. صحيح. سيد حسين أول ما نزل الوحي. نعم. من على النبي صلى الله عليه وسلم رمى أحضانه في السيدة خديجة. صلى الله عليه وسلم. وهو يقول زمنوني زمنوني. نعم نعم. فزمنته السيدة. نعم. خديجة ووقفت معه. المرأة أول من أيدته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. والله لن يخزيك الله أبدا. الله أكبر. كنت أريد أسألكم سيد حسين في نفس معاه في شعب بني هاشم. نعم. كنت أريد أسألك سيد حسين في نفس المعرض النساء، قلت أن هناك يومان في الأسبوع لزيارة النساء هي خاصة، يعني الزائرات النساء والمستقبلات والمعرفات النساء. المرأة الزائرة لما ترى أن أكثر هذا المعرض قام على أكتاف النساء، انطباع الزائرات ما هو لما ترى أن امرأة مثلها تقوم بهذا العمل؟ كثير من الأخوات الزائرات مشاعرها ما هي قادرة توصفها حتى. الله أكبر. ممكن أنا أشارك السنة؟ الله ممكن الله أكثر الله. يعني سبحان الله، مع احترامي لأخواننا الرجال والشباب، ترى الشباب كذلك فعالين جزاهم الله خير. جزاهم الله كل خير. دورهم كبير لا نستثني، لكن إحنا الآن بما أن الكلام عن دور المرأة. جميل. نعم. نعم نعم صحيح، لأن الكلام عن دور المرأة. الكلام عن المرأة. نعم. فحقيقة إنه أكثر الزائرات يقول ممكن أشارك معكم السنة الجاي. ما شاء الله عجيب. وهم الذين ينقلوا الانطباعات من المشاعر. الحمد لله الحمد لله. من آخرين هي تروح تجيب زوجها، تجيب أبنائها، تجيب مدرستها، وتجيب إذا هي مدرسة تأتي بطلابها، فلهم دور فعال. الحمد لله الحمد لله. في نقل أحاسيس المعرض وما فيه من روح. جميل. فالحمد لله جزاكم الله خير. المرأة فاعلة في الترويج، فاعلة في الصناعة، فاعلة في إثارة الأحاسيس والانطباع. وكما تفضلت بما أن هنا يحببنا المشاركة، إذا العمل إن شاء الله في التوسع مستمر. يا كريم. إن شاء الله جزاكم الله عنا كل خير. الله القبول يا رب. ونسأل الله يا رب. يسألوننا كده يعني هو الأعمال اللي تعمل بهذه كثير، لكن سر الأمر في ذلك القبول عند الله. يا رب يا رب الله يقبلنا وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله خير سيد حسين على مداخلتكم. شكرا على المداخلة. وكنا الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم. على الزيارة وعلى البرومو اللي سووه على الأرض. جزاكم الله عنا كل خير. غاية الشكر. الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير، وأسأل الله أن يثيب الأخوات، وكما يقال أرفع لهن يعني قبعة الافتخار والاعتزاز بهذه الأعمال، ونسأل الله أن يزداد وأن يبارك فيكم. جزاكم الله عنا كل خير سيد حسين. الله يبارك فيكم. أنت لك شكر خاص. أكرمكم والله يبارك فيكم سيدي. يا رب الله يحفظكم، استودعكم الله. كما رأينا أيها الأحباب، المرأة ما شاء الله مشاركة، مروجة، صانعة، انطباعات، يعني المرأة تأتي وترى أن هذا عمل نسوي فتدعو أن يكون لها دور في المستقبل في العام الآتي. أعود أيها الأحباب، أين دور المرأة؟ أين دور المرأة؟ قلت لكم دور المرأة حيث يحتاج إليها. فالمرأة قد نحتاج إليها في القتال، تعرف كيف مع القتال؟ نعم، حمل السيف وضرب العدو، كالسيدة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان النساء في حصن وكنا في مكان مرتفع، فجاء بعض اليهود يريد الدخول فوجدوا نساء، فالسيدة صفية شدت على وسطها وأخذت عصا أو أخذت قضيبا من حديد ثم ضربت رأسه حتى قتلته. هنا نحن احتجنا إليها. قد يحتاج إلى المرأة لقيادة الجيوش كما فعلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، بغض النظر عن صوابها أو خطئها في حادثة الجمل، لكن أنه لما كانت في مكة السيدة عائشة ودأت الناس للطلب بدم سيدنا عثمان، الناس قالوا كلمة واحدة، قالوا إن سرت سرنا وإن قعدت قعدنا. المرأة في الإسلام تسير الجيوش، وقد يحتاج إليها في الشؤون السياسية وفي الاستشارات. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أو في حادثة الحديبية قال للصحابة 1400 من أفاضل الصحابة: قوموا واحلقوا وانحروا هديكم، فلم يقم منهم أحد، فغضب النبي حتى كاد أن ينزل غضب الله عليهم. دخل النبي إلى بيته ثم أخبر السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقالت السيدة أم سلمة كلمة لطيفة: يا رسول الله، تعلم ما الذي أصابهم وما الذي نزل بهم، أخرج يا رسول الله واحلق شعرك وانحر نهيك فإنهم يتبعونك. خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعمل فتبعه كل الصحابة ببركة شورى امرأة وهي السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حتى لأن البرنامج أيها الأحباب منكم وإليكم، كان هناك مشاركات وتفاعل على صفحة الفيسبوك، لما وضعنا سؤال أجاب الكثير.
هل كنا سألنا هل المرأة دور قيادي مثل الآن دور السيدة صفية، دور السيدة عائشة، دور السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، دور السيدة رفيدة، أول مستشفى في الإسلام أيها الإخوان صنعته امرأة اسمها رفيدة، حتى صنع النبي لها المستشفى داخل المسجد، ضربها لها خيمة، وكان كلما جاء مريض قال اذهبوا بها إلى خيمة رفيدة كما في الأدب المفرد. فسألنا على صفحة القناة على فيسبوك هل المرأة لها دور قيادي؟ طبعا ما شاء الله آراء متباينة، وأحترم كل من أدى، بل أشكر كل من شارك لأنها وجهة نظر نحترمها. الأخ كادم فوزي يقول لا، المرأة دورها الحقيقي في تربية النشء وواجباتها المنزلية، طاعة الزوج والحفاظ على شرفه، وبذلك تضمن الجنة. أما عمل المرأة والاختلاط وسب مآلة إلى المجتمعات المسلمة من انحلال أخلاقي. الأخ ظلام المضي يقول نعم، يؤيد أن يكون المرأة دور قيادي بشرط حسب نوع القيادة، مثلا في بيتها قائدة، مديرة مدرسة، قائدة قيادة تناسب مع طبيعة الأنثوية. أما أن تكون قائدة في حرب أو تكون رئيسة على قوم أمر لا يعقل، وفي نفس الوقت تختل طبيعتها، لأنها معروفة أن العمل يطبع في شخصية صاحبه بعض الخصال. كلام قيم جيد. الأخ محمد عبد المغربي يقول اسمحوا لي كلكم، لكن في السؤال مغالطة أصلا يوضع في هذا السؤال، وكأن المرأة ليست في دور قيادي وكأننا سوف نوكلها لتقوم بدور قيادي في المجتمع. الأصل أن كل قيادة تنبثق عنها. شكرا أخي محمد. الأخت ندى العمر تقول بشرط توافق، بشرط ألا يتعارض هذا مع وظيفتها الأساسية الهامة كأم وزوجة. الأخت فاطمة تقول لا، لأن الرجال قوامون على النساء، فبعض الأعمال لا تصلح إلا الرجال، وهذا ديننا لأنها درة مكنونة. بارك الله فيك أخت فاطمة. الأخت نورة تقول ليس شرطا أن تقوم المرأة بدور قيادي، الأهم أن يكون لها دور فعال في المجتمع. طبعا هذا الكلام رائع جدا جدا جدا، أشكرك أخت نورة. الأخ صاد طيب يقول المرأة المسلمة كرمها الله عز وجل بخدمة زوجها وأولادها وأعطاها حقوقا مقابل ذلك، حتى أنه جعل الجنة جنة الرجل تحت أقدام أمه. كلام جميل. الأخ أحمد صويح يقول قد نجيب بنعم، ويفهم منه أننا نريد التفويض لها بدون قواعد ولا حدود، أو نجيب بلا، ويفهم منه أننا نمنعها حقوقها وحريتها ونفرط في كم كبير من إمكانيات تنفع المجتمع، ولكن بين ذلك وذاك. أحسنت أخي أحمد، كذلك كلام رائع. هناك أجابات كثيرة جدا جدا جدا، أكثر يعني قرابة 270 إجابة، كلها تصب أيها الإخوان حقيقة، لما اليوم مرت عليها وجدت أنه ما في أحد يعارض. كلنا أنا وأنتم الذين شاركوا نقول أن لا بأس المرأة يكون لها دور في المجتمع، بشرط ألا تخل بدورها الأساسي. ما هو دورها الأساسي؟ دورها الأساسي إنجاب الأجيال. أيها الأحباب، أتعرفون الإمام الشافعي إنما هو ثمرة ونتاج امرأة أحسنت تربيته؟ أم الشافعي كانت في غزة، فمات أبو الشافعي، فخافت أم الشافعي أن يضيع هذا الغلام، فجاءت به إلى مكة وعلمتهم وربتهم، وجعلت منه محمد بن إدريس الشافعي الذي يتباهى به الدهر والذي يفتخر به الزمن. لما كبر الشافعي وصار رجلا وزار أحد الملوك، هذا الملك قدم مالا طويلا كثيرا للإمام الشافعي. الإمام الشافعي أخذه وفي الطريق وزعه على المساكين. طرق الإمام الشافعي باب أمه فقالت من؟ فقال ولدك وخادمك محمد. فقالت سمعت أن السلطان أو الأمير قد أعطاك مالا. قال نعم. قالت أين هو؟ قال يا أماه قد أنفقته. فتحت وقالت والله يا بني لو عدت بدرهم واحد ما فتحت لك، ما كان لك أن تأخذ من أموال السلاطين. هذا الإمام الشافعي. الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمام دار المدينة، والذي يتعبد بشرعه إخواننا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي أفريقيا وفي السودان، كل هؤلاء على مذهب سيدنا الإمام مالك. الإمام مالك أيها الأحباب نتاج امرأة كانت تعلمه. نقلت هنا أيها الأحباب نص كلامها رضي الله تعالى عنها للإمام مالك. قال مالك قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، قالت تعالى فالبس ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرة ثياب الرجولة، ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها طاقية ثم إمامة، ثم قالت اذهب فاكتب الآن. هذه الأم أيها الأحباب أم الإمام مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قالت مرة ثانية، يقول من مالك، ثم قال كانت أمي تعممني وتقول اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. هذه الأم أيها الأحباب، هذه الأم الفاضلة، هذه الأم الكريمة، ها
هذه الأمة التي يفتخر بها الدهر، هذه الأمة التي كلنا نخضع لها لأنها صبت مجهودها فأخرجت لنا الإمام مالك وأخرجت لنا الإمام الشافعي. بالمناسبة ذكرنا صحيح البخاري، الإمام البخاري أيها الأحباب نتاج امرأة، امرأة أيها الأحباب أحسنت تربية البخاري فأخرجت الإمام البخاري. عمي البخاري رضي الله تعالى عنه يوم أن كان سنه 6 سنوات، فقامت أمه وضجت السماء بالدعاء، فرأت في المنام سيدنا الخليل إبراهيم وقال لها إن الله قد رحمك وأعاد نظر ولدك. أيها الأحباب، هذه الأمهات. طبعا لا، حقيقة لم أتكلم ولن أتكلم على قضية الإسلام هل هذا ما حق المرأة الإسلام. الإسلام أيها الأحباب أعلى وأسمى أن نحاكمه إلى بعض النظم الحديثة. الإسلام قبل 1400 سنة أو 1300 سنة يوم أن كان يجعل المرأة هي سيدة المجتمع، يجعل عائشة وخديجة وصفية وفاطمة وخولة وسيدات المجتمع، كان في سوق لندن، الشارع العام في لندن، الرجل إذا غضب على امرأته وضع على عنقها رباطا ويبيعها بسنت بنس. هذا حالنا وهذا حالهم. لا نريد أن نتكلم كيف كان الرومان إذا غضب الرجل على امرأته جعل تحتها نار هادئة وأحرقها مدة 3 أيام وهي تصيح والكل يسمع. لا نريد أن نتكلم عندما اجتمع المجمع الفرنسي حتى يقرر هل المرأة جنس بشري أم هي من نوع آخر. لا نريد أن نقرر كيف كان يتعامل بعض اليونان مع المرأة على أنها شر محض. نتكلم أيها الأحباب على دين جعل المرأة هي السماء في كل الفضائل. أنادي في النهاية وأقول المرأة تاج على رأس المجتمع، شاء من شاء وأبى من أبى، لكن أحبذ وأشد على عضد النساء أن يعدنا إلى تربية الأجيال، إلى حسن تربية الأبناء، إلى غرس الفضائل في الأبناء، حتى نرى شافعيا كالشافعي ومالكا كمالك والبخاري كالبخاري، وإن شاء الله جيلا عظيما من جيل صلاح الدين. أختم الكلام أيها الأحباب بتذكيركم إن شاء الله سبحانه وتعالى بأنه في الحلقة القادمة سنتكلم على قضية مهمة جدا وهي قضية الإنسان قبل البنيان. إلى ذاك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لكم التوفيق والتزديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظكن، وأن يعيد المجتمع كما كان طاهرا نقيا، وأن يعيد المرأة إلى ما كانت عليه من تربية الأبناء والأجيال. إلى الجمعة المقبلة أيها الأحباب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها شيء انت وانا، لو نقول رمز البناء، لو نقول كلمة حلوة، يا سلام يا سلام. بالوصال تكفي ساعة، بالمحبة والسعادة، فيها احساس الكلام، يا سلام يا سلام. نقدر نغير بعضنا لو تختلف أفكارنا، نملى التفاؤل دربنا في تآلف وانسجام. نقدر نغير بعضنا لو تختلف أفكارنا، نملى التفاؤل دربنا في تآلف وانسجام. يا سلام يا سلام.